السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ شايفيني ولا لأ؟ ايوه انا ده. انا عايز اسأل المتوحد فكرة سؤال مهم جدا، هو ليه بدأ ينزل فيديوهات قصيرة؟ ازيك يا صديقي؟ عني وحشتني. بص انا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، بس عايزك تفهم ان انا لما جيت نزلت فيديوهات قصيرة كان هدفي الاول والاخير هي تجربة ليك انت علشان اوضح لك هل هي ناجحة ولا لا. وعايزك تفهم جزئية محددة، انا اعلم كثيرا بانك الان تتردد بداخلك كلمات مهمة جدا. انت يا متوحد يا فكرة كنت بشكل مستمر بتنتقد الفيديوهات القصيرة وخلتنا ما نعملش فيديوهات قصيرة. احنا مش هنسيبك يا متوحد يا فكرة واضرب. بس ثواني، اهدى. انا هوضح لك كل حاجة بالتفصيل. ليه؟ عايزك تفهم ليه انا اصلا بدأت فيديوهات قصيرة وانت، لان توقيت بدايتي للفيديوهات القصيرة مهم جدا جدا جدا. انا في شهر 9/2023 تم اصدار تحديث من قبل اليوتيوب، والتحديث ده بيؤدي ان يكون في كوبري بين الفيديوهات الكبيرة او الطويلة والفيديوهات القصيرة، وان المشاهد يقدر يضغط على الفيديو من غير اطلاقا ما يروح يدور عليك. ثواني، انت بتفتي يا متوحد يا فكرة، لان زمان كان في حاجة اسمها الريمكس. عندما كنت انتقد الريمكس كنت انتقده لان حضرتك كنت لازم تدخل على فيديوهاتك علشان تعمله، لكن دلوقتي انت بتعمله من استوديو اليوتيوب. فلازم تفهم ان في اكتر من سيناريو جوه دماغي، وسيناريو مهم جدا للمستقبل ولاي منشئ محتوى عايز يبدا على اليوتيوب، سواء بفيديوهات قصيره او بثوث مباشره او فيديوهات او مشاركات، لان الموضوع ده ليه أولوية وأهمية. يعني مثلا لو أنت مهتم بالفيديوهات القصيرة فلازم على قد ما تقدر تكون بتنزل أكبر عدد ممكن من الفيديوهات القصيرة بشكل أكبر من فيديوهاتك الطويلة، يعني ما بين 10 فيديوهات قصيرة فيديو طويل، وده هيساعد أن فيديوهاتك القصيرة توصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور ويحصل على عدد مشاهدات كويسة. وده السيناريو الأول، إنك يكون اهتماماتك الأكبر والأفضل اهتمامات متجهة إلى الفيديوهات القصيرة. أما السيناريو الثاني اللي أنا دلوقتي بمر بيه وإنت كمنشئ محتوى هتمر بيه، ولازم تفهم الجزئية دي بالذات لأن السيناريو الثالث سيناريو فضيحة على منشئ المحتوى ونكسة وانتكاسة كبيرة جدا. السيناريو الثاني انك تكون منشئ محتوى بتفهم، بتعرف ازاي تربط بين الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الطويلة. يعني مش اي فيديو قصير يتم انشاؤه بشكل عشوائي وخلاص، وده قد يؤدي الى فشل الفيديوهات القصيرة وفشل فيديوهاتك الطويلة. لازم تفهم ان الفيديو القصير لازم يكون ناجح ورائج وكمان دعائي للفيديو الطويل اللي هتعمله، وده هيساعد على نجاح قناتك رقم 1، زيادة مشتركينك رقم 2، نجاح فيديوهاتك الطويلة رقم 3، انك توصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور رقم 4، انك تتطور من نفسك رقم 5، انك تفهم ايه الكلمات اللي بتجذب جمهورك رقم 6، وممكن اعدلك عدد كبير جدا 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 من المزايا اللي حضرتك ممكن تعتمد عليها لو اعتمدت على الفيديوهات القصيرة بشكل اقل من فيديوهاتك الطويلة علشان تنمي قناتك. لكن ما تجيش في يوم واحد تعمل زي المتوحد فكرة ما عمل امبارح ونزل لي فيديوهين قصيرين مرة واحدة. لأ، لازم يكون فيديوهاتك القصيرة أقل من فيديوهاتك الطويلة. أنا في المتوحد فكرة لم أحس بأي مشكلة لأن أنا عندي جمهور هيتابع الاتنين، لكن أنت في البداية
لازم تفهم انك لو عايز تعمل فيديو قصير وينجح معاك ويساعد الفيديو الطويل على زيادة مشاهداته ومشتركينه وساعاته وارباحه كمان لو انت مفعل ربح، لازم يكون المقطع دعائي زي ما انا اتكلمت في الفيديو وطلعت لك ادي 1 2 3 $600 630. طب ادخل اتفرج على الفيديو، وبالفعل جاب عندي مشاهدات على الفيديوهات الطويلة. وده السيناريو رقم 2، ان انا لما جيت اعتمد على الفيديوهات القصيرة لم اهتم بها اهتمام كامل، ان انا اخد اجزاء من فيديوهاتي وانزلها، مش زي الريلز. الريلز ممكن تعمل كده، لكن الفيديو القصير على اليوتيوب لازم يكون مدروس وكل كلمة مكتوبة فيه بنسبة 100%، وده اللي هيساعد على نجاح فيديوهاتك ويساعد على ان الفيديو القصير يكون افضل اعلان مجاني لقناتك. نيجي للسيناريو الثالث اللي انا شايفه كارثة، حرفيا كارثة. في ناس لسه بتعاني من الموضوع ده الى هذه اللحظة. الفيديوهات القصيرة قد دمرت قناتها لانه بيعمل فيديوهات قصيرة بشكل عشوائي. انا مش عايزك تكون في الفيديوهات القصيرة عشوائي، انا مش عايزك تعمل فيديوهات وخلاص، انا عايزك تفكر في الفكرة قبل ما تعملها. السيناريو الثالث اللي هيدمر قنوات كتير جدا على اليوتيوب هو العشوائية في انشاء الفيديوهات القصيرة من اجل انشاء اكبر عدد ممكن من الفيديوهات وخلاص. انا مستمر في انشاء المحتوى، بس كل فيديو شبه التاني، شبه التالت، شبه الرابع، شبه الخامس، شبه السادس، انا متكرر حتى جوايا. وده هنا اللي بيكرهه الجمهور. لازم تكون في فيديوهاتك القصيرة بتعمل فيديو وانت واقف، وانت قاعد، وانت نايم، وانت طاير، وانت بتكلم على حاجة محددة، وانت بتوعي جمهورك ان يدخل على كلمة تحفيزية في محتواك. لو عايز 1000 مشترك اضغط هنا، يا لهوي الفيديو ينجح وانا غمض عيني. والله هو ليه؟ انا عارف المحتوى الرائج داخل محتوايا، ما هو التخصص، ما انا برضو بتكلم في تخصصي، مش هعمل لك فيديو يتكلم بقى بالليل عن طريقة اللعب مع الدبدوب. لا، انا ماليش علاقة بالدبدوب، ده مش محتوايا. هو ممكن يجيب مشاهدات بالنسبة للفيديوهات القصيرة، يجيب مشاهدات ويجيب جمهور كمان جدا. ليه؟ لان الجمهور اطفال في الفيديوهات القصيرة، ويجيب اشتراكات، بس ما ينجحش قناتي. وده السيناريو التالت، ان فيديوهاتك القصيرة تنجح فيديو او اتنين ويجيلك 100,000 مشترك، وفيديوهاتك الطويلة بتجيب 100 و200 مشاهدة، وهنا انت ما قدرتش تعمل الكباري بين فيديوهاتك القصيرة وفيديوهاتك الطويلة. شكرا للجميع، كان معكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب. التجربة لسه ما زالت تحت السيطرة، هنوضحها بالتفصيل. احنا عملنا التجربة في المتوحد فكرة، تابع الفيديوهات القصيرة اللي في المتوحد فكرة علشان تفهم. وخد بالك، انا هشرح لك ازاي تعمل فيديوهات قصيرة بطريقة صحيحة، انا هوضح لك ايه هي البرامج المونتاج اللي ممكن تشتغل بيها، انا هوضح لك ايه هي عدد الثواني اللي لازم تعملها في الفيديوهات القصيرة، انا هقول لك ازاي تخلي فيديوهاتك القصيرة كباري لفيديوهاتك الطويلة. اللي انا هقوله لك مفيش حد في المحتوى التعليمي لسه اصلا كان يعرفه، لان الحاجات دي مدروسة وانا بقالي اكتر من سنة بدرسها. بدرس الفيديوهات القصيرة علشان انا عارف ان اليوتيوب هيحاول يطور منها الفترة اللي جاية. وخد بالك، الفيديوهات القصيرة هفضل اقول ولسه عندي كلامي، قد تؤثر على قناتك بالسلب اذا لم يكن لديك الوعي الكافي في انشاء فيديوهاتك القصيرة. شكرا للجميع، كان معكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب اللي حاب يوضح لك ادق التفاصيل، وردينا على اخونا الدبدوب. شكرا يا جماعة، نورتوني وشرفتوني، مع السلامة.